القاهرة للثعابين، النمس وغرير العسل والقطط البرية. إن النمس يعتبر واحداً من أعداء الثعابين والحياة. تناولت الكثير من الأبحاث الحيوانات المفترسة الرئيسية للأفاعي البرية، والتي تعتبر أجهزة مراقبة على وجود الثعابين، وهي النمس قاتل الثعابين بأنواعها وغرير العسل والقطط البرية والحيوانات المفترسة. فيما يتعلق بالنمس، يعتبر واحداً من الحيوانات التي تقهر وتغلب الثعابين وتنتصر عليها. يملك جسماً طوله يتراوح ما بين 48 إلى 60 سنتيمتراً، وذيلاً طوله يتراوح ما بين 33 إلى 54 سنتيمتراً، بالإضافة إلى وزن يتراوح ما بين كيلوغرامين إلى 4 كيلوغرامات. إن هذا الحيوان يمتلك جسماً نحيلاً مع خطم مدبب وآذان صغيرة، ولديه من 5 إلى 40 سناً مع قواطع تمزيق متطورة بدرجة عالية. هذه القواطع تستخدم لتقطيع اللحوم الطويلة، ويتراوح فراؤه الخشن في اللون من الرمادي إلى البني المحمر المغطى ببقع بنية أو صفراء. ذيله طرفه أسود، وقدماه الخلفيتان ومنطقة صغيرة حول عينيه لا يغطيهما الفراء. إن النمس حيوان نهاري يعيش في مجموعات صغيرة تتكون من فرد واحد إلى 7 أفراد، والتي تتألف في العادة من ذكر والعديد من الإناث وصغارهن والذرية الذكورية، وعادة ما تترك المجموعة قبل أن تبلغ سنة من العمر، لكن الإناث تبقى لفترة أطول وربما لا تترك المجموعة أبداً. معظم النموس البرية تعيش في الغالب لمدة 12 سنة، والنظام الغذائي للنمس يتكون أساساً من اللحوم، بما في ذلك القوارض والأسماك والطيور والزواحف والبرمائيات والحشرات، بالإضافة إلى الفاكهة والبيض. هي أيضاً من المواد الغذائية المعتادة للنمس. قد أظهر مستوى عالٍ من المقاومة لثلاثة أنواع من الثعابين السامة، وهي الأفعى الفلسطينية وأفعى الصحراء السوداء أو الكوبرا السوداء والكوبرا الباسقة سوداء العنق. غرير العسل قاهر الثعابين، والذي يجد متعته في مهاجمة الثعابين والانتصار عليها. إنه حيوان ينتمي إلى فصيلة ابن عرس، يعيش في أفريقيا ومناطق جنوب وغرب آسيا. إن غرير العسل حيوان لاحم يأكل اللحوم، بالإضافة إلى أنه قوي وشجاع ولديه القليل من المفترسات الطبيعية بسبب جلده السميك وقدراته الدفاعية.